جوجل مابس ناو سبورت كويت. جوجل مابس شغل الكويت الحين، قاعد نسوي تجربة حقه. نحط الديستنيشن طبعا. الميزة فيه طبعا يعطيك 10 باي 10. Head northwest on 83 Street 200 meters. Turn right onto Hayden Street. احنا في القادسية وحطينا نادي العابي على اساس بس بنشوف شلون دقته. الميزة فيه انه يعطيك 10 باي 10 لفة بلفة ويعطيك المسافة. هذه مو موجودة بأي جي بي اس ثاني حق التلفونات. Turn right onto Hayden Street. اوكي الحين طبعا قال لف يمين بس احنا كملنا سيده. بنشوف هل يصحح المسار. ما اشوفه. شوف كاو الحين حط طويج. هو طبعا ميزه ثانيه نسوي ابديت حق المابس كل فتره، بالاضافه ان او طفي الانترنت يكون مخزن المابس يضل تقدر تستخدمه. 400 meters. At the roundabout, continue straight to stay on Abdul Aziz Muhammad Al Duaji Street. استخدم الفويس نافيجيشن، يعني مو شرط تكتب له، تقول له الديستنيشن بالفويس. Exit the roundabout onto Abdul Aziz Muhammad Al Duaji Street. In 400 meters, continue on to Al Arabi Street. شوف قال destination on your right، ومثل ما اعطانا شوفوا هذا النادي العربي قدامكم زين، وهذا الابلكيشن جوجل نافيجيشن مابس.